سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم شفت هذا الموديل هذا وبغيت نشاركه معكم. غنعمل واحد صدر صغير، عجبني هذا الموديل هذا او هذا القميجه هذه وبغيت نعملكم في هذا الموديل. اول حاجه غنبدا بالدوره ديال العنق بديك الحجر الكبارين، هادو هما الحجار اللي بغيت نعمل اولا اسمهم سيبورات. بطبيعه الحال نتوما غتحكموا في الحجم ديالهم، انا خدمت بالحجم المتوسط. غنحاول نوزعهم على العنق. بطبيعه الحال الا خدمتوا هذا الموديل هذا في جلابه او في قفطان او في فراشه ما يكونش لي زاستراس، او لو الا بغيتوا تعملوا لي زاستراس بحال هذا الموديل هذا بامكانكم تعملوه. المهم انا عملت لي زاستراس باش تشوفوا الموديل كيف عايجي. بهذه الطريقه هذه انا كنلصق الحجرات في الدورات ديال العنق. الا لاحظتوا انا كنلصقهم ما كنخيطهمش، علاش؟ باش نستغل الوقت وباش ما يجيش الفيديو طويل. اما نتوما بطبيعه الحال خصكم تخيطوهم باش ما يزولوش مع التصبغين. الموديل عملت فيه بحال التركوا او الازرق الفاتح باش يجي الموديل مزيون. كيف ما قلت لكم هذا الموديل هذا تقدروا تعملوه في قفطان، تقدروا تعملوه في جلابات، تقدروا تعملوه في عبايات، تقدروا تعملوه في فراشه، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. بعد ما عمرت هذا العنق هذا كامل، دابا غنحاول نمشي الخطوطه بالجوهر المهرس هذا الطويل. هذه هي الطريقه اللي غنخدم بها، وهذا كاين صغير، يعني كيبقى الاختيار ديالكم شنو النوع اللي غتخدموا به. غنبقى انا هويدا بالخطوط، غنبقى نعمل جوهر مهرس طويل هذا وسيبورا وواحد زمرد مربع اللي كيتباع 15 درهم للخيط، يعني هذاك غيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كاين اللي بحال هذا الموديل هذا فيه سيبورات ما فيهش زمرد، انا في هذا الموديل هذا عجبني ندخل فيه هذا الزمرد هذا. ها هو زمرد مربع. المهم انا في الرابط ان شاء الله هنزلكم هذه القميجه هذه باش تشوفوها مزيان وتشوفوها في صندوق الوصف، باش الا بغيتوا تطبقوا بحالها، لان هنايا يقدر ما تعرفوش الرشمه بالضبط. اما ولا كان سمعاكم قدامكم قميجه بامكانكم تشوفوا بالضبط كيفاش جات. كنتمنى الطريقه ديالي تكون سهله، لانني حاولت نعملكم الطريقه بالزربه باش ما يجيش الفيديو طويل وتملوا. انتم شفتوا، يعني كنخدم انا عشوائي، كنعمل زمرد، كنعمل مره سيبور، مره جوهر طويل، يعني ما كنخدمش بنفس الطريقه باش الخدمه ديالي كتجي فيها شويه ديال التنبات عشوائي. هذا هو الطاوله ديال الصدر، شوفوا انا خدمت واحد شويه باش تشوفوا الموديل كيف جا. راه بدا كيبان لكم وبدات كيف ما كنشوف انا، يعني سيبورات كيبريو مزيان. الى عجبكم هذا الموديل هذا كنتمنى ان شاء الله يعني تطبقوه وتقولوا لي الراي ديالكم كيف جاكم. وكيف ما قلت لكم انا كيبقى الذوق ديالكم بالنسبه للون ديال الزمرد اولا بالنسبه ديال اللون ديال السيبورات، بطبيعه الحال دائما كيبقى الذوق ديالكم. انا كنعمل لكم واحد اللون اللي انا كيكون عندي، اولا هذه ماشي بياسه، هذه غير واحد الطرف ديال الثوب بغيت نعملها لكم وباش نوريكم الموديل كيف جا. كيف ما لاحظتوا راه الطريقه ديال التنبات عشوائي، جات وحده طالعه وحده هواده، وحده طالعه وحده هواده، يعني ما كايناش واحد الرشمه معينه، يعني غتخدموا
وعلى الراحة ديالكم. انا ان شاء الله يا ربي نقدر نعمل هذا الموديل، هذا عجبني، نقدر نعمله فراشة، ولكن فراشة تكون مشدودة، ونعمل ان شاء الله هذا الموديل هذا. الا عملته بطبيعة الحال راه نشاركه معكم. وهذه هي الدورة ديال الصدر، شوفوا كيفاش كيجي. الطريقة ديالو عشوائية ولكن كتجي الصراحة مزيون، انا عجبني بزاف، وكنتمنى ان شاء الله حتى نتوما يعجبكم. فقفتنا كيف ما قلت لكم، قفيتنا ديال الدار، جلابه ديال الحضور، يعني بزاف ديال الحاجات اللي تقدروا تطبقوا فيها هذا الموديل هذا. ودابا ملي بديت كندور على العنق، بديت كنصغر يدي، وبديت كنقلل من الجوهر الطويل. كنتمنى تكون عجبتكم الفكره ديالي، لانني حاولت نبدل واحد شويه من الموديل باش ما يجيش يطبق الاصل، يعني بغيت نبدل واحد شويه. كنتمنى تعجبكم الطريقه ديال الابتكار ديالي في هذا الموديل هذا، وهي طريقه مزيونه وعجبتني. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تعجبكم وتطبقوها في الموديل ديالكم، وتقولوا لي سلمى انا طبقت هذا الموديل هذا وجا مزيون. دابا انا عليه نسالي، ويمكن كيف ما قلت لكم تبدلوا هذا الجوهر المهرس، لان هذا الجوهر هذا الزمرد هذا، لان هذا الزمرد هذا غالي شويه. الا جاكم غالي بامكانكم يعني تعملوه غير ديال 3 دراهم. هذه هي الاخرانيه اللي غنعمل. كنتمنى يعجبكم الموديل، وهذا هو التطبيق الاخراني ديالو. مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.